بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد رئيس. في البداية أتوجه بالتحية لكل محبي هذا الوطن العزيز مهما اختلفت مواقفهم ومواقعهم، لكل الذين صمدوا في وجه الحكم الفردي ولم يرهبوا المحاكمات العسكرية والإحالات على القضاء بتهمة التآمر وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية. أشارك اليوم 30 مارس 2021 في هذه الجلسة التاريخية لمجلس نواب الشعب بقناعة وأمل ولتوجيه رسائل ثلاث. أولها أن الأخطار التي تحدق بالبلاد نتيجة الحكم الفردي والجنون التشريعي المراسيمي هي أخطر من الأزمة السياسية التي سبقت 25 جويلية، ومما يعتبره البعض تنازع عن الشرعيات نتيجة ممارسة البرلمان لدوره الدستوري. والأمل في أن وطنية كثير من الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية الوطنية سوف تجنب البلاد مزيدا من الاحتقان والانقسام، وسوف يبذل كل هؤلاء جهدا محمودا لكي لا تتدحرج الأوضاع في البلاد عبر مزيد من الهروب إلى الأمام، ولا تواجه هذه الخطوة بالتصعيد. أما الرسائل فأولها أن الشرعية الدستورية ليست وقودا لمعركة ولا سلاحا لحرب سياسية، بل هي الأرضية التي تمارس عليها الديمقراطية، وبتجاهلها يتكرس الحكم الفردي وتوظف إمكانيات الدولة ومقدراتها لخدمة مشاريع فردية هلامية وأحلام شخصية. ثانيها أن ما ترسخ في أعين التونسيين وأذهانهم من ترذيل لصورة المجلس نواب الشعب تضافرت فيه عوامل عديدة، أهمها الممارسة الخاطئة لبعض نوابه والاستهداف الممنهج للمجلس من الفاشيين والشعبويين والإعاقة المتعمدة من رئيس الجمهورية بنوايا أفصحت عنها إجراءات الأشهر الأخيرة، مما جعل البرلمان لأشهر عديدة جزءا من الأزمة. من الممكن أن يصبح البرلمان جزءا من الحل إذا مارس دوره بشجاعة المناضلين ومسؤولية الوطنيين الصادقين الذين يعتزون بثقة ناخبيهم ويرفضون الانقلاب عليهم بسلطة الأمر الواقع، ولكنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف حوار وطني حقيقي يفتح صفحة جديدة شعارها تفادي الكارثة الاقتصادية وإنقاذ البلاد من الإفلاس والعودة التوافقية إلى الشرعية الدستورية. رئيس الجمهورية جزء رئيسي في المشكل حاليا، ولكن بإمكانه أن يصبح جزءا من الحل إذا غلب المصلحة الوطنية على الرغبة في توظيف الدولة وسلطاتها مجتمعة لتحقيق برنامجه الشخصي. يجب أن نقر جميعا بأن شرعية رئيس الجمهورية تنحصر فيما ترشح له وما أقسم على احترامه. فيما زاد على ذلك يجب أن نرجع إلى الدستور وإلى الشرعية العليا، وهي الشرعية الشعبية وشرعية التوافق.